وسيد شعبان محمود دسوقي على الفار. كرة عرضية وجول، الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني. خلص يخلص الأفضلية والسرقة المشروعة، وترجمة لكلامي قلت يا من هجمة مرتدة يا من كرة ثابتة، ويخلص وما يرحمش الكابتن والقائد على أرض الملعب أحمد حسام ابن النادي، وتاني موسم على الفريق الأول فقط، لكن هنا يسجل وقطعته برأسيته اللي خلته ملك حتته. أحمد حسام يسجل الهدف الثاني مع الدقيقة الرابعة من بداية أحداث الشوط الثاني، دقيقة 49. هنا يروح فيما بين السرد باكات والفاول اللي معمول زي ما الكتاب بيقول من أيمن مكة، ملفوفة لفة محترمة، ووقفة دفاعية سلبية من مدافع النادي المصري البورسعيدي سرقهم.